للاهلي بثنائيه كريم فؤاد واحمد عبد القادر، تمريره اماميه، حسين الشحات منطلق يلحق قبل خط المرمى، خطيره، جول جول جول، عرضيه حلوه يخلصها بشياكه حسام حسن، الهدف الثالث مع الدقيقه 19. يبقى ثلاثيه اهلاويه، حسين الشحات الجبهه اليمين هي اللي بتترجم دلوقتي هجمات النادي الاهلي، ومرتين يقدر يكون هو مصمم الهجمات في الاجوان اللي سجلوها. ادي اللعبه اللي اتعملت حلو من ربيعه، اللي لسه بتكلم على ادوار ربيعه لما ينطلق ويتحرر من الخلف للامام في طريق الثلاثه في المنطقه الدفاعيه اللي بيلعب بيها موسيماني، ويبقى هو بدايه الهجمات